لو الحكاية فيها إن فيتو مبروك كل سنة طيبين حاجة بأمر الشعب. وأعتقد أن يمكن إحنا وجودنا هنا لأن أي حركة فيها بتسعى يعني حركة تنموية فعلا إحنا كلنا لازم نكون وراها، كلنا لازم نكون جنبيها، كلنا لازم نساندها. لأن يمكن أنا حسيت طبعا يمكن الدكتور كان طبعا لما دعيتني والشباب كلهم الموجودين طالما بنعمل حاجة إحنا زي ما قلنا مش دولة مش بنطلب دولة، إحنا كشعب بدون أي أغراض بدون أي أهداف بدون أي تطلعات، حاجة أعتقد إن هي بتساعد الدولة. لأن مش كل شيء طبعا أكيد دولة، مش كل شيء نقول دولة، مش كل شيء هنقول الدولة تعمل، إحنا كمان علينا إيه الدور اللي إحنا كمان نقوم بيه. وأعتقد إن بأمر الشعب وحركات كتير موجودة بتقوم بنفس الدور، أكيد كلنا لازم نكون داعمين ليها. نتمنى إن شاء الله بإذن الله يوم التوفيق، وبشكركم للدعوة. شكرا.